الى السيد محمد زينو احمد المدير التنفيذي لشركه ديزاين. درع تكريم من الجامعه الى السيد أسامة عثمان مدير عام السياحة بالمحافظة. من الجامعة إلى الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح مهداة. إلى أستاذ دكتور رئيس دكتور محمد العسوي المنيا يتسلمه الأستاذ محمد مختار الشاذلي مندوب الاتصال. إلى أستاذ دكتور رئيس الجامعة المنوفية يتسلمه الأستاذ أسامة مديان مندوب الاتصال. جامعة جنوب الوادي يتسلمه الأستاذ بهاء الرابي مدير رئيس جامعة بني سويف يتسلمه الأستاذ. مشاركة مهداة إلى أستاذ دكتور رئيس جامعة الوادي الجديد. وأيضا هناك درع مقدم من رئيس جامعة كابتن مشعل. المنافسات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وسعادتكم عارفين عدد الجامعات المشاركه 12 جامعه شاركوا في النشاط الرياضي والنشاط الفني والنشاط الثقافي والاجتماعي والنشاط العلمي. نتيجة الدرع العام للجامعة فاز بالمركز الثالث جامعة بني سويف. فاز بالمركز الثاني جامعة سوهاج. يتسلم درع سوهاج استاذ دكتور احمد عبد الله. اما الدرع العام للجامعه للجامعات المشاركه والمركز الاول هو في الحقيقه من اكثر الناس سعاده لان جمعيتي اللي بشرف بالانتماء لها على مدار 30 سنه جامعه سوهاج حصلت على المركز الثاني والجامعه التي هي في مسقط راس محافظه الغربيه جامعه طنطا كانت المركز الاول. يتسلمها الاستاذ محمد النصير. نشكر لكم حسن مشاركتكم معنا ونرجو ان نكون قد اسعدتكم. صوره جماعيه للجامعه الفائزه بالدرع العام جامعه طنطا.